أهلا بكم في تفاصيل هذه التغطية، ورحبوا معي بالدكتور السيد أمير مخول، مختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد أمير، نبدأ الحديث معك من التطورات الأخيرة. أنت من حيفا، وحيفا أيضا في قلب الصراع، استهدفتها طائرات مسيرة وصواريخ حزب الله من لبنان. مع وصول المسيرة إلى منزل نتنياهو، كيف تفسر هذا الوضع؟ يعني كما فسره الإسرائيليون أيضا وكما فسره الجميع، هذه أولا عملية دقيقة ومحكمة بدون شك، ولها مردودها السياسي ولها مردودها الردعي. وسرعان ما بدأ نتنياهو يدعي أنه أو المقربين منه أنه هذه إيران تحاول أن تغتال رئيس حكومة إسرائيل كي يبرر الاستهدافات في إيران أو يغير من أهداف الهجوم المتوقع. لكن أيضا يدرك لأنه إذا كانت فعلا من لبنان، وكان قبل أسابيع قد تحدث على تقويض لبنان وحزب الله، الآن تأتي هذه الضربة المحكمة بشكل دقيق جدا، والتي تجاوزت كل الرقابة الإسرائيلية والرادارات والقبة الحديدية وغيرها. كل ذلك يؤكد أنه شكلت عملية إرباك. أعتقد أنه الهدف منها السياسي لا يقل عن الهدف العسكري بل يزيد، لأنه حتى لما رأينا أنه اصطدام مع البناية والضرر الذي حدث كما جاء في الإعلام، كل ذلك يؤكد أنه المردود ليس فقط صورة إخفاق، وإنما أيضا معادلة ردع تعود إلى الواجهة من جديد. يبدو أن إسرائيل كانت أو حكومة إسرائيل معنية أن كانت تكون الضربة من إيران، لأنه عندها تكون محفظة حرب، فيما إذا كانت من لبنان عندها تكون إخفاق أمني وسوف يطلع نتنياهو ثمنه، ولو كانت من إيران سوف يسعى إلى مراكمة الإنجازات بالنسبة له سياسيا. سيد أمير، أنت مختص في الشأن الإسرائيلي، وأيضا لك وجهة نظر وآراء تختص ربما من الجانب العسكري. يعني الجميع اليوم شاهد هذه المسيرة وهي تمر بجانب طائرة هليكوبتر إسرائيلية كانت تحلق في السماء. الكثير من الناس أو المحللين استغربوا هذا المشهد، تفسيرك أنت؟ يعني أعتقد ستكون هناك لجنة تحقيق. هذه اختراقات بالنسبة لإسرائيل كبيرة جدا، أولا الوصول إلى بيت يعني رمز الحكم في إسرائيل وهو ليس رئيس الدولة وإنما رئيس الحكومة، هذه لها مردودها. وأيضا التحليق فوق الطائرة الإسرائيلية، طائرة الهليكوبتر، فهذا عمليا تهديد إضافي ونوع من التأكيد. أولا المعركة بعيدة عن أن تكون محسومة، القدرات ليست مستخدمة كلها في الطرفين، أعتقد ذلك. هناك تهديدات في إسرائيل يجب الآن تلقين لبنان درس جديد، لكن كل ما تقوم به إسرائيل هو درس عمليا، وهو تقوم بكل ما تستطيع إلى ذلك في من حيث ترسانة الهدم والدمار الشامل والتهجير والاغتيالات والتفجيرات، كل ذلك تقوم به. لا أعتقد لدى إسرائيل أكثر مما تقوم به الآن، إلا إذا أرادت أن تستهدف بيروت كعاصمة لبنان وليس فقط الضاحية، وهذا ممكن أن نراه. لأن هناك إذن هذا غير مستبعد، هذا إمكانية قائمة. هناك كثير من الأصوات تدعو إلى ذلك من باب تدفيع الثمن للدولة اللبنانية ودق أسفين بين الشعب اللبناني بجموعه وبين حزب الله. أعتقد هذه يعني متوقعة وهي مجربة، وأيضا تستخدمها إسرائيل أصلا الآن. يعني إسرائيل لا تستهدف فقط جنوب لبنان أو الضاحية أو مواقع حزب الله، تستخدم آلية التهجير الكامل لكل السكان بغض النظر عن مواقفهم السياسية وانتماءاتهم الهوياتية. كل ذلك لا يعني شيئا، إسرائيل تريد جنوب لبنان بدون سكان، وعمليا تدفيع لبنان ككل الثمن، وهذا ما تسعى إليه.
منذ اندلاع المواجهات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي بدءا بإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة وصولا مرورا بالاشتباكات المسلحة على الحدود وفي ضمن خطة الجيش الإسرائيلي في التوغل داخل الأراضي اللبنانية وصولا إلى ما نشاهده اليوم من وصول طائرة مسيرة إلى بيت نتنياهو، هل يمكن أن نقرأ هذا التحول أنه تطور جديد في استراتيجية حزب الله التي قال أن لديه الكثير ما زال لم يستخدمه؟ بدون شك هذا هو التفسير، يعني واحد من التفسيرات، وأيضا رد على العقيدة أو الاعتقاد بأنه بعد اغتيال الأمين العام نصر الله وبعد اغتيال القيادات العسكرية والسياسية وتفجيرات الأجهزة التواصل كل ذلك بدأ يعني إسرائيليا وكأن الأمور قد حسمت إسرائيليا لصالح إسرائيل، لكن الآن يبدو الأمور ليست بهذه العجالة، بعيدة جدا لا تزال عن الحسم، وأن المعركة طويلة إذا أراد إسرائيل أن تتواصل بها. لكن بنهاية المطاف إذا كانت هذه الطائرة لبنانية وليس أو من حزب الله وليست إيرانية كما أراد نتنياهو أن يكون سياسيا فكرة على أساس تقدير سياسي وليس تقدير أمني، عمليا هذا يؤدي إلى مراجعة إسرائيلية. لا نجد ذلك الآن في الرأي العام الإسرائيلي، هناك بدأت مراجعة، لكن هناك تسمع أصوات أكثر فأكثر يعني عن ضرورة إيجاد مخارج، هذه الأصوات بدأت تتسع، وأيضا الاحتجاجات اليوم التي انطلقت من أجل الصفقة في غزة، وخاصة أنه كانت دائما شماعة السنوار التي تمسك بها نتنياهو واستخدمها بأنه هناك من يرفض الصفقة، لكن الآن الشعور الإسرائيلي الشعبي وبالذات لدى عائلات الأسرى والمحتجزين هو شعور بالغموض وبالضياع، أن إسرائيل قتلت العنوان للمفاوضات. في نهاية المطاف هذا قد يبعد الصفقة ولا يقربها، وقد يؤدي إلى أنه لا يعود المحتجزون الإسرائيليون والأسرى الإسرائيليين. هناك من يرى أن وصول هذه الطائرة إلى بيت نتنياهو كشفت عن ضعف المنظومة الإسرائيلية في التصدي لهذه الأسلحة، هل تتفق مع هذا الرأي؟ بدون شك أعتقد ستكون هناك لجنة تحقيق إسرائيلية في نهاية المطاف في مثل هذه الإخفاقات، لجنة تحقيق عسكرية، لأنه هذه ليست المرة الأولى، هي نفس طراز الطائرة التي استهدفت قيادة أو قاعدة وحدة جولاني قبل أسبوع وأصابت الجنود وأدت إلى قتل وجرح أكثر من 100. لذلك الأمور تحتاج كما يبدو القدرة على الاحتيال أو المراوغة مع المنظومات الإسرائيلية، هذا يعني أن هناك من يقرأ المنظومات الإسرائيلية ويعرف كيف تعمل أو ويعرف نقاط الضعف فيها، وأيضا أنه كل المنظومات المتعددة الطبقات لم تستطع القيام بمنع هذه المسيرة، ويكفي عدد من المسيرات هي تستطيع الوصول لكثير من المسيرات، لكن هناك واضح أن في عمليات تكتيكية، هناك مراوغة قوية جدا، وهذه تجربة أولى لإسرائيل أعتقد في المنطقة لمفهوم حرب المسيرات لم تكن في السابق، وكل المنظومة الإسرائيلية أقيمت على أساس مواجهة الصواريخ بعيدة المدى أو قصيرة المدى، الآن يأتي أداة جديدة، لاعب جديد في الساحة وهو المسيرات، كانت حكرا على إسرائيل في الماضي، الآن أصبحت في متناول كل تنظيم وبالذات في لبنان. ولكن هل يمكن أن تكشف هشاشة المنظومة العسكرية الإسرائيلية في ظل ما تروج له هي ذاتها من أنها تمتلك منظومة عسكرية متطورة ولا يستطيع أحد أن يخترقها؟ نعم بدون شك، ما أردت قوله عمليا أنه عمليا قد تقوم لجنة تحقيق عسكرية لفحص هذا الخلل الذي حاصل والذي يتكرر، المشكلة أنه يتكرر، قد يحصل مرة واحدة، وهناك دائما الصيغة أنه لا توجد إمكانيات دفاع 100% أو يمكن ضبطها 100%، لكن الآن تعود الأمور وتتكرر في أكثر من موقع وفي أكثر من جهة، الصواريخ بعيدة الأمد تصل إلى مواقعها من إيران في قبل حوالي الشهر في بداية الشهر، والآن المسيرات تصل إلى حيث تريد أو تسعى إلى أن تريد، والآن الحديث عن
يعني أحد رموز رمز الحكم عمليا في إسرائيل. لذلك هذا دليل يعني أثار غضب أيضا لدى الجمهور ولدى سكان بلدة قيسارية حيث لم يسمعوا الصفارات. وهناك من يقول أنه بيت رئيس الحكومة محصن وفيه كل التحصينات والضمانات المطلوبة، لكن بيوت الناس ليست كذلك، لم تدوي صفارات الإنذار، وهذا أيضا إخفاق إضافي. لذلك الأمور واضح أن هناك في اختراق كبير ومعرفة أين هي نقاط الضعف في هذه المنظومة واستغلال ذلك، وهذا يحرج وهذا قد يؤجل ردود فعل وقد يستغل ردود فعل، يعني الإمكانيتين والذات. دعني أضيف إلى ما تحدثت به سيد أمير ويعني أسمع رأيك حول الموافقة أو عدمها. إسرائيل اليوم أصبحت تتخبط في ظل موجة الاستنزاف التي تواجهها في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية أيضا وفي لبنان. غزة ولبنان باعتبارهما جبهتين أساسيتين في حرب الاستنزاف لهذه القوة العسكرية الموجودة اليوم في إسرائيل. هل هذا الكلام دقيق؟ أعتقد هناك اختلاف بين الجبهتين بالجوهر الآن طبعا بالمفهوم. أنا أتحدث عن النتيجة، عن الاستنزاف. بالنتيجة في استنزاف، بالنتيجة استنزاف، لكن في غزة هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة رغم وجود حالة الاستنزاف. هي احتلال في حالة استنزاف، هذا ما يحصل في غزة، والتهجير قائم وأعمال الإبادة قائمة، وتهجير الشمال بالكامل، شمال قطاع غزة قائم، والمسعى إلى استيطانها سواء من بما فيه من حزب الليكود الحاكم. الآن تبدأ هذه الأمور إضافة للمخططات، مخطط الجنرالات الذي يأتي ضمن السياسة العامة وليس هو صانع السياسات. فهذا مختلف عن الوضع في لبنان. لبنان بعيد عن الحسم أكثر، يعني في كل التقديرات الإسرائيلية بالنسبة لغزة تم تقويض حماس كقوة عسكرية، بقيت طبعا مجموعات ولا يمكن القضاء عليها، لكن كقوة منظمة كمنظومة كما كانت قائمة ولها أركانها ولها طبيعة عملها الكبير شبه الجيش، هذا غير موجود اليوم. بالنسبة للبنان الأمر مختلف تماما. لبنان لا تزال المنظومة التي تواجه إسرائيل قائمة كما هي إلى حد كبير. دعني أعيد السؤال بصيغة أخرى، إلى أي درجة تأثرت المنظومة العسكرية الإسرائيلية في حربها في غزة ولبنان في ظل الاستمرار المتواصل للدعم الأمريكي اللامحدود؟ المنظومة العسكرية أعتقد ليست هي الأساس، المنظومة يعني الوزن الاستراتيجي تراجع جدا لإسرائيل إقليميا ودوليا وأيضا في نظر نفسها، وهذا الأصعب قد يكون في نظر مجتمعها والجمهور الإسرائيلي. هناك تراجع في قوة الردع، وهناك تراجع في أن إسرائيل توفر حماية للمجتمع الإسرائيلي، وأنه وفقا للعقيدة الصهيونية بأن أينما تواجد المستوطن الإسرائيلي أو آخر بيت في هو تكون هناك حدود إسرائيل الآمنة وليس فقط الأمنية. لكن أنا أتوضح أنه النزوح قائم وأنه النزوح يتسع، الجبهة الداخلية بدلا من أن تكون بعيدة عن الحروب أصبحت هي الجبهة الأولى للحرب، وهي من الشمال والجنوب والمركز والوسط والشرق والغرب. لذلك الأمور باتت مختلفة تماما. لكن ما يحمي هذه السياسة هو أنه نجحت في تأكيد أو في إقناع الإسرائيليين بأنها أمام حرب وجودية، وأعتقد أنها ليست بحرب وجودية لكن تهدد الوجود الفلسطيني، وتهدد وبالذات وحصريا في غزة تهدد الوجود اللبناني في كل جنوب لبنان على الأقل. لكن بالمدى العام بالصورة العامة إسرائيل تراجعت استراتيجيا كثيرا كما لم تكن يوما، والولايات المتحدة أيضا تراجعت معها رغم أنها توفر كل المظلة الحربية والاقتصادية والدبلوماسية والمالية التمويلية لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة أيضا تخسر مواقعها. النظام العالمي يوحي بأنه لا يستطيع أن يحل، أن يواجه مثل هذه الإشكالية، مثل هذا الصراع القائم الآن وحرب الإبادة على غزة والحرب على لبنان. لذلك الأمور قد تؤدي إلى
تطورات دولية، وأعتقد قد تتطور الأمور في حال نجح نتنياهو أو حكومته في جر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية. وعمليا الولايات المتحدة بدأت متورطة في نشر الدفاعات الجوية في إسرائيل وتشغيلها، بات جزء من الحرب. لذلك أعتقد أنه هناك تورط أكثر فأكثر الولايات المتحدة، لكنه لا يؤتي بنتائج إلى الولايات المتحدة ولا لمشاريعها الإقليمية ولا الكونية. أبقى معي سيد أمير، أرحب بالسيد توفيق طعمة الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من لوس أنجلوس. أهلا بك سيد توفيق. إذن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا تطور مهم، يعني الكثير ينظر إليه على أنه مستوى متقدم من مرحلة في مرحلة الصدام ما بين إسرائيل وحزب الله. أنت من وجهة نظرك في أي إطار تضع هذا التطور؟ أولا تحية لك وتحية للضيف وللمشاهدين الكرام. يعني حقيقة الأمر هناك تطور نوعي الآن حدث في داخل الكيان المحتل. هناك أيضا يعني ضربات إيران، عفوا ضربات حزب الله، أصبحت تشكل خطرا على ليس فقط على نتنياهو التي تم استهداف منزله اليوم، إنما على قادة إسرائيل الباقين وعلى الشخصيات المهمة. وبالتالي نعم، هذا طبعا إسرائيل ستوجه التهم لإيران، هذا شيء طبيعي أن توجه التهم لإيران أن إيران هي من تدعم حزب الله بهذه الأسلحة وبهذه المسيرات. نعم قد تكون هناك يعني تصعيد في المواجهة في المستقبل. يعني إسرائيل حتى الآن ما زالت مصرة على الرد، على الرد الإيراني السابق، وبالتالي يعني الأوضاع في المنطقة في تصعيد. أيضا أن هناك الطرف الأمريكي الذي يدعم الكيان الإسرائيلي في هذا التصعيد في المنطقة، وهو داعم ومشارك ويقود أيضا الخطط والمعارك سواء، ولكنه يتحفظ سيد توفيق، يتحفظ على الرد الإسرائيلي على إيران، أو لا يتحفظ فقط، يعني هم يعني دعني أقول يتريث ربما، يعني لاستراتيجية أو يعني أمور خاصة به ربما تتعلق بالانتخابات الأمريكية، لكن بالتالي هو يتريث ربما لقراءتي للمشهد على أن الرد الإسرائيلي على إيران ربما يفتح النار أو يفتح الجبهات بشكل أوسع. بالتأكيد، يعني إذا إسرائيل ردت على الرد الإيراني بالتأكيد أن إيران سترد وستتسع رقعة المواجهة في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما تدعي في الإعلان في الإعلام أنها لا تريد توسيع رقعة الحرب ولا تريد حرب شاملة، ولكن في نفس الوقت تمول الحرب وتمور الحرب الشاملة والحرب الإقليمية. وكل ما يحدث الآن من هذه التصريحات الأمريكية الحقيقة لا مصداقية لهذه التصريحات. نعم هناك انتخابات أمريكية في حال حدثت مواجهات الآن بين إيران ودولة الكيان، بالتأكيد ستتأثر الانتخابات الأمريكية لأن أسعار النفط والبترول سترتفع، وهذا سيؤثر على الناخب الأمريكي. إن ارتفعت أسعار البترول كل شيء سيرتفع، وهذا لا يصب في مصلحة الناخب الأمريكي. من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤجل الضرب إلى ما بعد الخامس من الشهر القادم، لكن الأمور حتى الآن لا أحد يستطيع أن يلجم نتنياهو حتى هذه اللحظة. لا ضغوط حقيقية من الطرف الأمريكي على نتنياهو لعدم الرد، لعدم يعني القيام برد على يعني بقصف أو مواجهة مع إيران، كما قلت هي لأسباب عدة منها الانتخابات. فنتنياهو ماضي في خططه في استهدافاته، ماضي في خطته لتغيير منطقة الشرق الأوسط، وهو يعتقد أنه إذا يعني إذا صعد مع إيران وضرب إيران هو يستطيع أن يحقق هدف. وأنا بتقديري نتنياهو فشل في قطاع غزة حتى الآن، وسيفشل في لبنان، وأيضا مشروعه هذا التوسعي الاستعماري الأمريكي الغربي في المنطقة سيفشل أيضا. ولكن هناك من يرى بأنه المشروع الأمريكي الذي يدعم بوجود شرق أوسط بقيادة كما يزعم يعني نتنياهو يريد أن يستحدث شرق أوسط جديد، يقول بأن يعني بوادره بدأت يعني تتمحور أو تتبلور
في الفترة الأخيرة من خلال يعني عدة معطيات، أنه عدم وجود مصدات لهذه الحكومة، وعدم وجود حتى موقف دولي يدين أو يمنع نتنياهو من ارتكاب جرائمه، وبالتالي هو يستغل ما يحصل في غزة وما يحصل في لبنان، يستغل هذا الحملة العسكرية حتى يوسع من نفوذه، وبالتالي هو توسيع لدولة إسرائيل التي يحلم بها من البحر إلى النهر. نعم بالتأكيد هذا ما يهدف ويسعى له نتنياهو، لأن نتنياهو حتى الآن لا يوجد أي رادع لنتنياهو. الإدارة الأمريكية ضعيفة الآن، لا تستطيع الضغط بسبب دواعي انتخابية، وأيضا نتنياهو يبتز هذه الإدارة لفعل كل ما يريد. هناك ضعف دولي، هناك تراجع عربي غير مسبوق حتى على المستوى الشعبي أيضا، أنه لا يوجد من يمنع نتنياهو، وبالتالي سيسعى نتنياهو لإطالة أمد الحرب إلى أطول فترة ممكنة لإنجاز أي هدف يريد أن ينجزه أو يحققه، بما في ذلك. ولكن بنفس الوقت سيد أمير، يعني قوة إسرائيل، قوة نتنياهو اليوم لا تعتمد على إسرائيل بحد ذاتها. عفوا سيد التوفيق، قوة إسرائيل لا تعتمد على ما تمتلكه اليوم من منظومة أسلحة، هي تعتمد على توفير الغطاء العسكري اللامحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد، وهذا ما يعني تحدثنا فيه ونتحدث فيه دائما، أن إسرائيل لا تقوم ولا تسعى في هذا المشروع الصهيوني الاستعماري في المنطقة، وهذه التهديدات عن الشرق الأوسط الجديد وتوسعة إسرائيل، لأن صغير دولة إسرائيل صغير دولة صغيرة، هذا كله يأتي بضوء أخضر أمريكي. يعني الأمريكان، الإدارة الأمريكية مع نتنياهو منذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة، وأيضا لعقود من الزمن، فالموقف الأمريكي ما بتغير، موقف استراتيجي، وبغض النظر من كان في البيت الأبيض سواء كان جمهوري أو ديمقراطي، حتى لو جاء الجمهوري بقيادة ترامب سيكون أسوأ من بايدن يعني. وبالتالي إذا هذه السياسة الأمريكية تدعم نتنياهو إلى أبعد حد مضى. أنا بتقديري أن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية والغربية في المنطقة تتقاطع، وهذا ما يحدث الآن ليس فقط هو مشروع إسرائيلي صهيوني، هو أيضا مشروع غربي أمريكي في المنطقة، يريدون ترتيب منطقة الشرق الأوسط بحيث أن لا تكون هناك مقاومة فلسطينية، ولا تكون هناك مقاومة في لبنان، ولا يكون هناك أي مقاومة أو مواجهة أو من يقف أمام أو يكون عقبي أمام المشروع الصهيوني الغربي في المنطقة. والمشروع الصهيوني هو دمج إسرائيل في المنطقة العربية، أن تكون هناك دول تطبع مع الكيان الصهيوني، وكل هذا على حساب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هناك دول غربية، هناك مجتمع دولي لا يمانع حتى لو تم إبادة الشعب الفلسطيني، والعالم يرى ويشاهد ما يحدث الآن في قطاع غزة وأيضا في مخيم جباليا، ولا يحرك ساكنا. سيد أمير، يعني أنت في حيفا وبالتأكيد تقرأ المزاج الإسرائيلي، إلى أي مدى يتأثر ويتغير هذا المزاج بوجود مثل هكذا استهدافات، وبالإضافة إلى رشقات الصواريخ التي تصل إلى عمق حيفا والمناطق الأخرى؟ لا، المزاج يتغير يوميا عمليا وفقا للوضع. كان هناك احتفالية، كانت احتفالية السنوار واحتفالية نصر الله وفائض الغطرسة والنشوة، الآن هناك توجهات مختلفة في الرأي العام الإسرائيلي، وكان هناك صمت لعائلات الأسرى والمحتجزين، عادوا ليتظاهروا ولا يثقوا بالحكومة. هناك طبعا هناك مزاج، أعتقد المشكلة في هذا المزاج أنه المعارضة الإسرائيلية الرسمية ضعيفة لدرجة أنها لا تستطيع أن تخلق حالة مناوئة لنتنياهو أو لحكومته، وهذا ضعف الأساسي. هناك تقديرات، يعني نسمع تقديرات أمنية أو تحليلات عسكرية وأمنية من جنرالات سابقين أجرأ بكثير من المعارضة السياسية، لذلك المزاج العام هو في هناك غضب على الحكومة، في هناك شعور بالإخفاق، في هناك شعور أنه لا توجد معرفة أو غموض إلى أين، أو المجهول إلى أين تسير الأمور. هذه لا يوجد أجوبة عليها في إسرائيل، لكن لا يوجد من يحولها إلى قوة سياسية مناوئة للحكومة، و
وهذه تبقى الحكومة عمليا لديها المشروع الوحيد. حاليا إسرائيل الاستراتيجية التي يقودها نتنياهو وعمليا هي السائدة المتسيدة هي استمرار في استراتيجية الحرب المفتوحة القائمة على تقويض حماس وتقويض حزب الله وضرب سوريا وضرب اليمن، ومن ثم تفرغ إضعاف ما يسمى يعني جبهة الإسناد وإضعاف وحدة الساحات من أجل أن تتفرغ إلى إيران وتسدد لها الضربة القاضية بمساعدة أمريكا. هذه هي المخطط، لكن هذا مخطط أكبر من قدرات إسرائيل. هذا مخطط أيضا لا يأتي لها، لا يعيد لها الأسرى والمحتجزين، ولا يعيد لها الأمن والأمان، ولا يعيد سكان الشمال الإسرائيلي أو الجنوب الإسرائيلي إلى بلداتهم. لذلك الموضوع الإسرائيلي في ورطة استراتيجية، حتى وإن كانت هناك إنجازات تكتيكية يرتفع فيها المزاج ويتراجع، لكن الورطة الاستراتيجية لحد الآن غير واضحة المعالم، رغم من التحذيرات فيها في المستوى العسكري، في المستوى السياسي، في المستوى اللحمة الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، الهجرة السكانية والوضع الاقتصادي الذي فيه ثمن ظاهر عملياً للمجتمع الإسرائيلي. سيد أمير، الصورة الأخيرة أو اللحظات الأخيرة للسنوار التي ظهر فيها وهو يقاتل حتى الرمق الأخير أفشلت وكشفت كذب الاحتلال، رواية الاحتلال التي كانت تقول بأنه السنوار محاط بالأسرى وأنه داخل الأنفاق. إلى أي مدى يمكن أن تلعب هذه الأكاذيب التي يروجها ويصدرها الاحتلال من خلال مكنته الإعلامية؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني تفضح كذب هذه الحكومة لدى الأوساط الشعبية؟ المكنة الإعلامية اشتغلت هذين اليومين بشكل على مدار الساعة. طبعا هذا أثر كثيرا وظهرت التساؤلات، واليوم من موقف أهالي المحتجزين والأسرى هناك موقف واضح في هذا الصدد في الدعوة إلى وقف الحرب، وأنه الشماعة التي استخدمتها إسرائيل أو استخدمت نتنياهو لم تكن قائمة، لم تعد قائمة في أنه إلقاء المسؤولية على السنوار، بينما قامت إسرائيل عمليا بقتل العنوان للتفاوض. هذا من ناحية، وهذا أدى إلى قلق كبير، بالإضافة أنه هذه العائلات تتهم نتنياهو بأنه هو من يعوق الصفقة، والآن لكن تقول له لم يعد لديك أي ذريعة لذلك قم بالصفقة. لكن المتحدث العسكري في هذا المساء تحدث، حاول يعطي صورة مختلفة تماما، أن السنوار كان في حالة هروب دائمة، وأنه في حالة يعني من لديه كل المقومات الحياة، ونوع من التوجيه التهم بالفساد وتشويه الشخصية، وأيضا إلى أنه كان في حالة هروب ولا يمكن اعتماده كبطل. هذه يعني جوهر الرواية الإسرائيلية، وهذه قد تكون نافذة لدى أوساط في المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي غير مكترث إذا كان السنوار يواجه أو مختبئ، يعني هذا ليس موضوعا يشغله، ولا موضوع غزة مهم يشغل المجتمع الإسرائيلي، ولا المذبحة التي تحصل اليوم في جباليا تشغل المجتمع الإسرائيلي. هناك عدم اكتراث مطلق، الاكتراث الوحيد هو لتبادل الأسرى، ليس للاستيطان، ليس للاحتلال، ليس للبقاء في غزة. ولكنهم أيضا سيد أمير يعني لا تتفق معي أيضا يكترثون لمواقف حكومتهم، يعني عندما تكون هناك روايات كاذبة يتزعمها الاحتلال أو يتبناها الاحتلال الإسرائيلي ثم يظهر على أرض الواقع تظهر صور مغايرة، ألا تحرك هذه الأوساط الشعبية تجاه حكومتهم على الأقل يتهمونها بالكذب والمخادعة؟ تحرك، لكن من يصنع الرأي العام هو ليس الحكومة فقط. هناك منظومة إعلامية، وسائل الإعلام، تلفزيونات، الفضائيات الإسرائيلية، المواقع، هناك بعضها نقدي، لكن في المجمل التيار السائد هو التيار الأقصى اليميني الذي تحول من تيار ليبرالي سابقا إلى تيار يساند الحرب، يساند كل خطوة، يساند يعني اليوم يعني مثلا في الأمس سمعنا كثير في التلفزيونات الإسرائيلية من محللين يعني كانوا يبدون وازنين يتحدثون أنه لاقى حتفه مثل الكلب، استخدمت هذه العبارة عدة مرات من عدة شخصيات، فهذا يؤكد على نفسية الإعلام الإسرائيلي التي تصنع الرأي العام. لكن هذا في المدى البعيد أعتقد سيكون له ثمن باهظ إسرائيليا داخليا،
لأن الرواية تتهاوى، الرواية لا تبقى وللمدى البعيد، لكن بالإمكان يعني خداع كل الناس لبعض الوقت، لكن ليس كل الناس لكل الوقت. بالتأكيد كما قلت سيد أمير بين المكنة الإعلامية أو الآلة الإعلامية الإسرائيلية هي من تتحكم بمزاج الجماهير وتحركه وفق الرواية التي تريد أن تتبناها. أنتقل إلى سيد، أعود مرة أخرى إلى سيد توفيق طعمة. توفيق، سيد توفيق، عن هذا المشهد الذي رأيناه من استشهاد السنوار، ويعني في ظل ما نتابعه من حجم الدمار الهائل والصور المؤلمة التي تصلنا من قطاع غزة بمختلف مناطقه، اليوم مناطق الشمال محاصرة، لا دواء لا ماء لا غذاء، استهداف للمستشفيات، مدير المستشفى قبل ساعات أعلن عن خروج 3 مستشفيات في قطاع غزة عن خدمة في مناطق الشمال في ظل استمرار القصف والحصار، نفاذ كل مقومات الحياة من أدوية وطعام وشراب. السؤال هنا، هذه الصورة، صورة الصمود للشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه الذي يشاهد تدمير مناطقه وما زال يتمسك، مخيم جباليا اليوم يعني منهار عن بكرة أبيه، مدمر عن بكرة أبيه، لكن ما زال هناك أمل، ما زال هناك قوة وصلابة لدى المواطن الفلسطيني بالعودة إلى هذه الأرض أو للبقاء في أرضه على الأقل. هذا الصمود كيف تعلق عليه؟ يعني الحقيقة هذا صمود أسطوري. يعني كيف صمدت المقاومة الفلسطيني لأكثر من عام وهي تدافع عن الشعب الفلسطيني وأيضا تحارب إسرائيل في قطاع غزة، صمود لم يشهده التاريخ. أيضا هذا أيضا يتبع صمود الشعب الفلسطيني الذي يرفض التهجير، وهي خطة إسرائيل، هذه خطة إسرائيلية منذ فترة طويلة، هناك كانت خطة من أكثر من 50 عام، هو كيف التخلص من قطاع غزة، من شعب قطاع غزة، هذه خطة من فترة طويلة، وجاءت الآن خطة الجنرالات، خطة الجنرالات القائمة على تهجير الشعب الفلسطيني من الشمال، من منطقة الشمال، وإعلان هذه المنطقة منطقة عسكرية، يعيد الاستيطان مرة، يعيد الاستيطان لهذه المناطق. فاللي بيحدث الآن جرائم حرب لم يشهدها التاريخ، إبادة لم يشهدها التاريخ، والعالم كله يتفرج، وعلى رأس أمريكا التي طالبت قبل يومين بأعطت إسرائيل 30 يوم لتقديم المساعدة لدولة لضغطت على إسرائيل، وأعطت إسرائيل 30 يوم أنها تقوم بدعم، يعني تسمح للمساعدات تدخل إلى شمال قطاع غزة. تخيل هذه أمريكا تعطي إسرائيل 30 يوم. فشعبنا الفلسطيني مش بحاجة إلى 30 يوم، مش بحاجة إلى 30 دقيقة، إلى 30 ثانية. الناس بتموت كل ثانية وكل دقيقة. هذا يدل كم أن الموقف الأمريكي داعم للإبادة، لإبادة الشعب الفلسطيني، وداعم للقتل والإجرام. ومع كل هذا الشعب الفلسطيني يرفض التهجير، يرفض مغادرة منازله. هذا ما يجنن إسرائيل، هذا يدل على أن الشعب الفلسطيني متمسك للرمق الأخير في بيته، في أرضه، في مكانه، لن يهاجر منطقة الشمال. لو نزحوا أين سيذهبون؟ سيلاحقهم الموت، سيلاحقهم القصف كما حدث في السابق، ويحدث كل يوم من استهداف النازحين في المناطق مختلفة في قطاع غزة. الناس اللي نزحت من الشمال يتم استهدافهم وقتلهم، بل يتم حرقهم، وهذا إجرام لم يحدث على. ولكن سيد توفيق، ما قيمة هذه المهلة التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ب30 يوم بإدخال مساعدات وتوزيع وإيصالها إلى السكان في ظل الدعم العسكري؟ يعني أنت تعرف، ربما تعرف، أن هناك اتفاقية بين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وقعت في مارس الماضي بأنه يعني السماح بإدخال المساعدات مقابل توفير السلاح. يعني هذه المعادلة غير منطقية، غير منطقية، وتراجعت عنها الإدارة الأمريكية، وتدفق السلاح ما زال من أوسع الأبواب يدخل على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل هذه التصريحات وهذه المطالب من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل كلها مطالب غير صادقة، هو تضليل إعلامي تعطي إسرائيل لاستكمال القضاء على الشعب الفلسطيني، تعطي إسرائيل الوقت الإضافي لاستكمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. هذا هو الموقف الأمريكي الحقيقي. كل ما بتسمعه يا أخي الكريم وللمشاهد الكريم، كل ما بتسمعوه من تصريحات إدارة بايدن
إنها تريد تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني، تريد وقف العدة، وقف إطلاق النار، عدم التصعيد. إذا أنت بدك تعرف الموقف الحقيقي خذ العكس تماما، هذا هو حقيقة الموقف الأمريكي، هي داعمي للإرهاب، داعمي لمشروع الصهيوني في المنطقة. ما معنى 10 شهور على التوالي مفاوضات؟ نحن بنحكي من المفاوضات، والولايات المتحدة كل مرة تتحدث وأعطت إسرائيل المزيد من الوقت، مفاوضات فوق مفاوضات، وكل مرة يعطلها نتنياهو وتغطي عليه الإدارة الأمريكية. ما معنى يا سيدي الكريم لما تكون واشنطن باستخدام حق النقد الفيتو 5 مرات في مجلس الأمن لعدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ على ماذا يدل ذلك؟ وتريد الولايات المتحدة يا سيدي اليوم شو قال وزير الدفاع الأمريكي؟ اليوم بطلب من إسرائيل، اسمع شو بكل إسرائيل، يعني نطالب من إسرائيل عدم يعني، أو إسرائيل قتلت يعني أعداد كبيرة يعني أكثر من اللازم. تخيل إسرائيل قتلت أكثر من اللازم. أنا لا أعرف ما هو اللازم، هل اللازم يكون 100,000 200,000؟ ما هو اللازم يا وزير الدفاع الأمريكي لود أويستون؟ كم هذه؟ ولا تنسى سيد توفيق، لا تنسى قبل أيام ألمانيا أيضا قالت بأنه يعني استهداف إسرائيل المناطق التي يكتظ بها النازحين مبرر، برروا هذه العمليات. هناك تواطؤ غربي واضح. نعم هذا ما تحدثت وزيرة الخارجية الألمانية، لا مانع عندها أن يتم استهداف المدنيين. تخيل هذا الإجرام النازي اللي بتكون فيه هذه التصريحات. والمستشار الألماني أيضا تحدث وقال لن نتوقف عن بيع السلاح لإسرائيل، هذا هم شركاء في القتل، شركاء في الجريمة، شركاء في الإبادة. العالم كله يقف مع دولة الكيان لإبادة الشعب الفلسطيني. ماذا يريدون من الشعب الفلسطيني؟ شعب محتل لأكثر من 76 عام، قطاع غزة حوصر لأكثر من 17 عام، فجأة لأن الشعب الفلسطيني يريد أن يتحرر، يريد أن يقاوم، الآن أصبح إرهابي؟ الآن كله الشعب الفلسطيني المستهدف يا سيدي ليست فقط حركة حماس، الناس لازم تفهم المستهدف هو الشعب الفلسطيني كله، ليس فقط حماس ولا فتح، كل الشعب إطلاقا كما تفضلت سيد توفيق، إطلاقا هو المستهدف هو الشعب الفلسطيني وأرضه بالنتيجة. أعود مرة أخرى لسيد أمير قبل يعني أن ندركنا الوقت. سيد أمير، قبل دخول هذه الحرب أو هذا العدوان عامه الأول، يعني كانت هناك نية للاحتلال، أو بالفعل يعني أعلن الاحتلال أنه غزة تحولت إلى جبهة ثانوية ليست أساسية نظرا للتطورات الخاصة التي انفتحت في لبنان، ثم تفاجأنا بأن هناك تكثيف للعمليات العسكرية وحصار لمدن الشمال وتهجير واستهداف حتى المستشفيات. كيف تقرأ هذا التحول في المزاج الإسرائيلي في هذه الحرب؟ هذا ليس تحولا عمليا، دائما حين نسمع أي تصريحات ينبغي أن ننظر أين هي الأذرع، ماذا تفعل، وليس فقط ماذا نسمعه من تصريحات. الأذرع لم تترك غزة، مشروع تطهير شمال غزة وتحويلها، أو إذا نجحت في ذلك إسرائيل لا أن الناس تنجح في تطهير شمال غزة من كل سكان والفلسطينيين بالكامل، وعمليا استيطانه كما سيقوم بذلك حزب الليكود الآن وليس فقط الصهيونية الدينية بحملة من هذا في هذا الصدد، ثم توسيع ميناء أسدود وإقامة متروبولين أسدود تشمل شمال غزة. هذه كلها مشاريع ليست من جديدة على فكرة يعني بتاتا، لكنها الآن تنتج في خطط استراتيجية مثل الممر المائي البري لأوروبا من الهند لأوروبا، وأيضا تندرج في وضع إنه إسرائيل غيرت الوضع الديموغرافي في غزة. غزة اليوم بالشمال لن تكون لإسرائيل يعني مشكلة أن تقول إنه عدد بضع آلاف المستوطنين بين 1.5 أو 2 مليون فلسطيني في شمال غزة، وإنما الآن تقول إنه هناك بضعة آلاف مستوطنين بدون سكان فلسطينيين، وهذا ما يسعون إليه. وبالنسبة لهم أن لا يكون هناك عودة إلى أحد، وإذا عاد لن يجد إلى أين يعود، وإذا وجد سيجد الإسرائيلي قد استوطن في أراضيه. لذلك الأمور تسير في هذا الاتجاه بشكل حثيث وواضح ولم تتوقف يوما. حين يقولون أن المهام انتقلت إلى لبنان،
هذه قد تكون انتقلوا للاف 35 او الاف 16. لكن ما هو السؤال هنا سيد امير، يعني عندما تعلن الحكومه الاسرائيليه عن انه غزه تحولت الى جبهه ثانويه، هذا التصريح او هذا الاعلان يترتب عليه انسحاب للقوات، يعني تراجع في حده العمليات العسكريه، السماح للناس بالعوده الى بيوتهم، لكن الذي حصل على العكس تماما، كان الحرب بدات من 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 البدايه من اولا. لا لا لا، هذا لا يتناقض عمليا، هذه النوع من المراوغه، نسمع كلاما كأنه يوحي بأن الأمور وصلت إلى النهايات، لكن كل نقاش إسرائيل أنها لا تريد الصفقة أو تعطيل على الصفقة لأنها تريد أن تبقى في غزة. موضوع الانسحاب من غزة عليه إجماع قوم صهيوني وليس فقط حكومة نتنياهو، المعارضة تؤيده. موضوع البقاء في غزة في شماله وفي جنوبه وفي محور نتسريم والمنطقة العازلي، هذا عليه إجماع قومي وليس فقط نتنياهو. هذه الموقف الإسرائيلي الرسمي، كل الطبقة الحاكمة طيب. شريكة فيه. باختصار سيد أمير، حتى أختم معك باختصار بالطبقة. عفوا على لأن الوقت دهمنا باختصار شديد، هل بقي ثمة أمل لعقد صفقة في ظل التطورات التي شاهدناها مؤخرا من استهداف الشمال واغتيال رئيس حركة حماس؟ مستبعد جدا، وقليل أعتقد أرادوا استبعاد الصفقة، حكومة نتنياهو تريد استبعادها وليس تقريبا. من حيفا المختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخول، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا. حتى أختم هذه المقابلة مع سيد توفيق طعمة، سيد توفيق سؤال أخير وباختصار أيضا، يعني هناك نية لإرسال وزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط لدفع عجلة الصفقة التي من المفترض أن تعقد، يعني ما الذي في جعبته، ما الذي يمكن أن نحمله من جديد بلينكن هذه المرة حتى تعقد هذه الصفقة؟ لا شيء جديد في حقبة في مع الوزير الخارجي بلينكن. أنا بتقديري أنه هذه المرة الثانية عشر، للمرة الثانية عشر سيزور المنطقة، وهي تكرار لزيارات سابقة. لن يحدث أي شيء، هو الذي يتبنى أجندة نتنياهو، سيطلب من الوسطاء أو القطريين وأيضا المصريين للضغط على حركة حماس للقبول بشروط نتنياهو لإنهاء الحرب. سيضغط أيضا على أطراف أخرى في المنطقة للضغط على حماس والفلسطينيين للقبول. أنا بتقديري هذا أمر مستبعد. شكرا. جدا أن تقبل حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بشروط نتنياهو. السيد توفيق طعمة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة القادمة.